إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن اعتقادات خاطئة عن موانع التطعيم. جميع النقاط التالية لا تمنع التطعيم. طبعا وجود آثار جانبية لتطعيم ثلاثي سابق مثل احمرار أو انتفاخ أو ارتفاع بدرجة الحرارة إلى أقل من 40.5 مثلا، مثلا وجود أعراض مثل مرض بسيط مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. أيضا ممكن يكون في إسهال خفيف للطفل، ولازم الأم تكون يعني منتبهة لهذا الشيء وتسجل بعض الأعراض. أيضا تناول مضاد حيوي أثناء فترة التطعيم للطفل، أيضا فترة النقاهة من مرض ما، أيضا الأطفال الخدج مثل حمل الأم أو أحد المخالطات بالمنزل إذا حصل أي مخالطات، أيضا التعرض لشخص مصاب بمرض معدي كون الأم يعني مثلا معرضة لبعض الأمراض، أيضا وجود الحساسية عند أحد الأقارب من أي لقاح من اللقاحات الأخرى، أيضا وجود الحساسية من البنسلين أو المضادات الحيوية الأخرى وهي حساسية جلدية ضد هذه المواد، إصابة شخص آخر في العائلة بنوبات تشنج بعد أخذ لقاح السعال الديكي أو لقاح الحصبة الألمانية. طبعا هذه أحد النقاط المهمة. الإصابة المسبقة بالمرض المراد التلقيح ضده ليست مانعا للتطعيم. أيضا الأمراض العصبية الغير المتطورة مثل متلازمة داون أو الربو أو مرض الأكزيما الجلدي، أيضا مادة الكروتوزون الموضعية أو التعويضية التي تؤخذ بالاستنشاق الطفل، هذه ليست مانعة للتطعيم. وأيضا الإصابة بالصفراء بعد الولادة وهو يتحول الجلد إلى جلد أصفر، من المهم تأكد من الطبيب. أيضا الأطفال ناقصين الوزن عند الولادة هذا لا يبرر عدم إعطائهم التطعيم. أيضا تخطي الطفل السن القانوني للتطعيم هذا لا يبرر عدم إعطائه للتطعيم إذا كان مقبلا على عملية جراحية أو ما شابه. أيضا ليست مانع في إعطاء الجرعات المناسبة له. أيضا إذا كان عنده مرض نقص المناعة من الواجب السؤال سؤال الطبيب في هذا الموضوع. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كل هذه النقاط ليست مانعة للتطعيم أبدا، ومن الواجب الحرص على تطعيم الأطفال بالوقت المحدد المقرر من قبل أخصائي التطعيم، مع الحرص على إعطاء التطعيمات في الوقت المناسب لكي يتم تفادي بعض الأمراض المعدية والخطيرة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم إن شاء الله.